فينا في رحلة وسافرنا وبتحكى اتخذنا بس فرحنا بغيرنا ومن رحلة رحنا غرقنا ومش بقتنا دي مركبنا لو فهمنا اللي بينا كان مش انت كرمشتنا الدنيا ثانية في ثانية كلبشتنا. اهلا بيكم عاملين ايه الاخبار وحشتوني احلى فانز في الدنيا. النهاردة رجعت لكم عايزين الفترة الجاية دي نستمر بقى ننزل كتير كده ونبتدي نعمل محتوى اكتر بس عشان انا ايه طلب مني تركات كتير فعايزين الفترة الجاية دي ايه نوفيها ماشي تمام. خلينا نظبط بس الهيئة الاول انت فاهمني. طبعا النهاردة هنعمل حاسك بس مش شايفني بس اظن انك انت شايفني. النهاردة هنعمل رد فعل على فورتكس جزرة اسمها الجزرة او قزرة مش عارف بقى على حسب بقى اللهجة عندكم بس. فهنخش نعمل رياكشن عليها طبعا متعودين على فورتكس على الفلوهات بقى والمالتيز والحاجات دي. فهنخش نسمع ونشوف الدنيا بس يا ريت قبل ما نخش ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو ده مع اصحابك عشان نكبر بيكم ان شاء الله. بس مش عايز اطول مش عايز اطول عليكم اكتر من كده يلا بينا على الرياكشن. يلا فورتكس جو. ده بي قال يعني الدخلة فيها رايمينج انتوا خدت بالكم المفروض ان هو كده دي بتبقى زي تسخين للبارات. لا هو قرب دلوقتي ايه الغباء ده شايفين بلد 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 بس انا مش فاهم حاجة مش فاهم حاجة والله الفلو سريع ومفيش كلمات فمش فاهم. يوزن برو هير ان برو ام ان موفي برو قطع قطع بيك بيك السلوات سريعة او مفيش كلمات دي مشكلة على فكرة. بيك مبسوطة مو بس بوس I'm a leader مش عارف ايه مش عارف ايه ما راح اسيبك I am a leader ما راح اسيبك على الجازة بيدك جيس طولة بس بايدي لاينات مش عارف ايه بس ليزي على الميتافيزيكس شلون الدس سلو internal rhymes الفايب اللي عاملها في لو ده الكورس يبقى الفايب اللي عاملها فيه حلوه جدا. عارفين فيها من الرقص الخليجي شويه بس هم طوعوا في الراب فجميل الموضوع ده. ماسوني تحت الطاوله بس فوقها موحدين بك ناجح بالشومة ومش بشوفها ناجح بالغنى فيك هومي فيك دوري هي دي الفلوات اللي انا بحبها فورتي اختصاب الجن سن الماكينة فلوهات فورتكس ماكينة فلوهات بس خلينا نتفق لحظة بس اخد نفس عشان خلينا نتفق لحظة ان هو متأثر تأثر كبير بإمينيم متأثر تأثر كبير بإمينيم لكن ده ما يمنعش ان هو فنان وعنده اللي يقوله برضه
ده الكورة زي ما قلنا. واتساب ما ضفت شيء للراب. واتساب ما ضفت شيء للراب. رايمز دي الرايمز. واتساب ما ضفت شيء للراب. الواتساب في جروب بتضيف فيه. الواتساب ما ضفت شيء كده. في صلة بينهم. فحلوة الورد بليلة وهو قصدها. باك. باك الفلو ده جميل جدا. مسوي انك ريل. واتساب ما تفتشي للراب. بالرابا بادي وانت بادي كوكب تاني. ال 2021 التراك اكيد نزل في 2021 طالما قال 2021. شعرك ما فهمتش اللاين اللي فات. النوبز اللي دستهم نوبز مش عارف ايه اللي عشتهم. على كيف كيف باك. على كيف كيفك انا كشيخ شيخك ما شفت بلاي ستيشن. الرصة بتاعته جميلة. نسمعها تاني. الظهر ما عشتهم. على كيف كيف شيخ شيخ ستيشن. كيف كيف شيخ شيخ بلاي ستيشن. كيف كيف شيخ شيخ بلاي ستيش. لحد هنا القوافي مظبوطة. طبعا النون الزيادة دي بيرميها تفهمني ما ايه بتيجي كده معاك. يعني هي دي بتبقى قوافي يعني مش عارف افهمها لكم ازاي. مش عايز اكون بتفلسف بس دي حاجة ادفانسد شوية برضو. يعني هنا القوافي لو كان هو قال ايه كيف كيف شيخ شيخ بلاي ستيش مش طالع على ودنك احلى من كيف كيفك بلاي. من كيف كيفك شيخ شيخك بلاي ستيشن. كيف كيفك. خلاص مش عايزين نخوض في النقطة دي كتير تمام عشان ايه ما بقاش بتفلسف. عشان ايه فهمني في ناس كتير بتقول انت بتوقف وبتفضل فديني قلت المعلومة وخلاص. واتساب. نجح بالشوم وما شوفه نجح بالغنى. نجح بالشو. انا سمعتها الاول الشوم. نجح بالشو وما بشوفه بالغنى. جامد يا فورد. مية مية يا زميلي. دي اكيد الكواليس. بالقانون. طبعا لايك طبعا. فورتكس ماكينة في الويب بأمانة. نكتب ايه؟ نكتب له واحد جديد. نكتب له ماكينة فلو هات. ونحط ايه؟ ونحط مثلا نغير بقى نعمل قلب بنفسجي عشان نكون ايه مختلفين. بس ولو شفت الكومنت ده في اي حتة يا ريت تبقى تعمله لايك وتنزل في الريبلاي تقول لي على اسماء تراكات انت عايز نعمل عليها رياكشن الفترة الجاية. وبس يا شباب ده كان كل حاجة عندنا النهاردة. طبعا شباب زي ما انت شفتوا فورتكس هو فورتكس ما بيتغيرش من ساعة ما سمعته لحد دلوقتي. وهو كل تراك حقيقي فلوهات جديدة بيمشي صح بيقفل فلو صح وبيبدأ بفلو تاني
ففورتكس اثبت لي فعلا ان هو رابر، لا رابر محترف ويستاهل يستاهل شهر اكبر من كده كمان. بس دي كل حاجه عندنا النهارده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير للقناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شير لاصحابك وبس. اتمسوا بالعافيه، سلام.